نسمع الآن الحديث الأول. قال حدثنا عمران بن ميسرة حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق شخصا له من عبد. استنى شوي, خلينا بالله عليك, خلينا عفوا, خلينا الآن إن نعرف بالرواة, لأنه هذا الحديث شرحه بحاجة إلى كلمة كلمة حتى تفهم. فبداية, من يعرفنا برواة هذا الإسناد؟ من يعرفنا برواة هذا الإسناد؟ في أصابع جديدة؟ تفضل. عمران بن ميسر أبو الحسن البصري الأدمي مات سنة 23 و200. عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان العنبري مولاه أبو عبيدة التنوري البصري ثقة ثبت مات سنة 80 و100. وأيوب بن أبي تميم كيسان السكياني أبو بكر البصري ثقة ثبت حجة من كبار الفقهاء العباد مات سنة 31 و100 وله 65 سنة. نافع أبو عبد الله المدني مولى بن عمر ثقة ثبت فقيه مشهور مات سنة 17 و100. ابن عمر السبع. نعم, من يذكر لنا لطيفة من لطاف هذا الإسناد؟ واحد. نعم, نصف الإسناد بصري والنصف الثاني مدني. اثنين. شيخ البخاري من أفراده على مسلم. ثلاث. فيه رواية التابع عن التابعي. من؟ وأيوب. كيف عرفت أنه تابعي؟ نعم, رأى أنس بن مالك. طيب.